اهلا بيكم في قناة ايمي جود تالنت. فيديو النهاردة مختلف عن اي فيديو بنزله، زي ما شايفين من عنوان الفيديو ان انا ليه بطلت اشتغل في الريزن. دي كانت اخر حاجة انا عاملاها، حتى يعني انا لسه عندي العلبة مليانة الصراحة، لسه ما بعد الصراحة يعني بعد اللي سمعته كده الصراحة خفت ان انا استعمل بعد كده الريزن. طيب اللي خلاني انزل الفيديو دوت ان في الفترة الاخيرة دي لقيت فيه مصريين كتير جدا بدأوا يشتغلوا في الريزن، يعملوا بيها صواني، يعملوا بيها حاجات كتير جدا، يعني بقى منتشر بشكل رهيب. انا شفت فيديوهات لناس اجانب، شفت صور، شفت تعليقات الناس، شفت حاجات كتيرة جدا بيتكلموا عن المخاطر وايه الحاجات الاثار الجانبية اللي حصلت لهم. اخر فيديو كنت شايفاه كان لواحدة اجنبية، بالمختصر كده هي تقريبا كانت شغالة حوالي بقالها سنة في الريزن، كانت بتعمل كوبايات، كانت بتشتغل بتقولك بال50 وال30 كوباية. بيقولك في مرة ان هم طلبوها في انها تقريبا هتعلم ناس ان هم ازاي يستخدموا الريزن وكده في فندق. تقولك الفندق كان مقفول، مفيش شبابيك، الدنيا مقفولة، البيبان مقفولة، واحنا كنا حوالي 40 شخص. المهم يعني بالمختصر بدأت تظهر عليها أعراض، تلاقي ان هي عندها دماغها مصدعة، في الدنيا مضببة معاها، بعد كده ترجع تبقى ايه كويسة، فبعد كده ترجع تشتغل في الريزن، تبدأ تاني ايه تعيا تاني. فهي مستغربة يعني بتقول انا ليه، انا كل شوية ليه بعيا وكده، يعني مكانش حاطة في دماغها خالص ان الأعراض اللي عندها دي كانت بسبب الريزن. فكل شوية تظهر، اخر حاجة كانت جالها كتمة في النفس. فبالصدفة قالت ان انا هقرأ عن السيفتي بتاعت الريزن وكده، اكتشفت ان في الاخر ان الاعراض كل اللي ظهرت لها دي بسبب ان هي بتستخدم الريزن وكده. واحدة كاتبة لها في التعليقات تحت، واحدة اجنبية، انا كل ده هنزله لكم تحت في صندوق الوصف، اللينكات والتعليقات والكلام ده. كاتبه لها بتقول ان انا من حوالي 4 سنين انا كنت هموت. بتقول لها انا جالي اصلا فشل في الرئه، ما كنتش بتنفس، كان مركبه الاكسجين في بقها. بتقول يعني انا وصلت لمرحله ان انا كنت بدخل الحمام ماشيه بالاجهزه. ف يعني شوف وصلت لايه، وصلت لمرحله ان هي خلاص يعني جالها فشل في الرئه، ما كانتش بتعرف تتنفس. فبتقول لك يعني انا بعد اللي حصل لي ده انا مستحيل اصلا، يعني بتقول كرافت ايه اللي انا اشتغله ده عشان اموت نفسي بيه. واحده تانية هي شغاله في فريزن بقالها تقريبا حوالي 3 سنين، بس هي بتبقى واخده احتياطها. يعني في ناس بقى بتقول لك انا لا، انا بحب الريزن وده شغلي، واخد باخد منه الرزق بتاعي والكلام ده، فهي واخده احتياطها. فانا كده كده هقول لكم اشرح لكم بالتفصيل ايه الاحتياطات اللي ممكن احنا ممكن ناخدها. بتقولك ان هي بالصدفة وهي شغالة في الريزن جالها، يعني في شوية ريزن جه على ايديها، على طول جالها زي حساسية او طفح جلدي في بقع كده حمر على ايديها، حتى هي مصورة ايديها والكلام ده، برضو كل دوت هنزله لكم. طيب بالنسبة للناس اللي هي بتبقى شغالة في الريزن والكلام دوت، ان هي بتقول لا انا ده رزقي، ان انا مش عايزة ابطله والكلام ده، طيب ممكن احنا نستخدم احتياطات. مع ان انا الصراحه يعني برضو شفت في ناس كانت معلقه، بس انا الصراحه مش متاكده. يعني كانت بتقول انها كانت واخده احتياطها وبرضو جالها في اعراض ظهرت لها والكلام ده. بس ممكن بقى الله اعلم تختلف من طبيعه جسم التاني، كل واحد ومناعته. طيب ايه الاحتياطات اللي احنا ممكن ناخدها؟ في ماسك كده مخصص بيلبسوه، هو ماسك غالي الصراحه، وبعدين مش الماسكات اللي هي العاديه اللي احنا بنلبسها في الفتره دي، لا ماسك كده المفروض ان هو زي يعمل فلتر للهواء انك ما تشميش حاجات الأبخرة السامة. في كمان بيلبسوا جلوفز في ايديهم، برضو مش جلوفز معين، يعني في جلوفز كانت واحدة من الأجانب كاتبة بتقول ان هو جلوفز اسمه لاتكس دوت، بتقول لك لا ده ضعيف، ده بيتقطع بسرعة، ممكن حتى الريزن يدخل في جلدك وكده. فبرضه هنزل لكم الجلوفز المخصصه اللي هم قايلين عليها ان احنا ممكن نلبسها. في ايه كمان؟ في اللي هي الجوجلز اللي هي نظارات كده برضه بنلبسها. طب هم بيلبسوها ليه؟ ساعات في بيبقى ناس بتستخدم عايزه تعمل صنفره، يعني زي دوت
ده مثلا عندي الحواف بتاعت الريزن عندي مش مظبوطه او عايزه اظبطها، فباخد الورقه الصنفره ده واقعد بقى ابدا ايه اصنفره. تقولي انتوا لما بتصنفروا اصلا بتلاقي فيه زي دخان او حاجه زي بودره كده بتطير من الريزن ذات نفسه، ده بيقولك اصلا ده برضو خطر، ممكن يدخل في المناخير تستنشقيه او يدخل في عينيك، فعشان كده بيلبسوا اللي هي النظارات دي. لازم برضو نلبس، نبقى لابسين حاجه مغطيه كل جسمنا عشان ما يبقاش فيه ريزن بالغلط جه على ايدينا. يعني انا كل بعد اللي سمعته ده الصراحه انا خفت جدا، فقلت للريزن ايه اللي انا استخدمه دوت، وفي الاخر الاقي نفسي ان انا بموت ولا يحصل لي اي حاجه. كل واحد طبعا الله اعلم هو على حسب مناعه الجسم. فمع اني والله كان في، يعني كان في دماغي ان انا هعمل مخططات للريزن، في افكار كتير جدا وحاجات شفتها عجبتني كنت عايزه اعملها، بس قلت لا، يعني ليه يعني نعرض نفسنا للخطر والكلام ده؟ ما فيش اهم حاجه من صحتنا، خصوصا ان احنا الصحه دي هنتسال عليها. الريزن برضو اللي هو بكل انواعه المفروض ان هو بيقولك ان هو اصلا مش كويس. برضو انا مقتنعه بحاجه كمان، انه مش هتبقى الريزن بس، لا انا مقتنعه ان اي حاجه كيميائيه مش كويسه، اللي هو السبراي اللي احنا بنلمع بيه عجينه السيراميك. في كمان والله انا برضو في مره كنت ماشيه في الشارع، في ناس رشت رش كده اللي في العربيات، والله ريحته فظيعه، انا فعلا حسيت ان انا اتخنقت. فربنا يحفظ الناس والله العظيم اللي هي بتبقى شغاله في الحاجات الكيميكالز ديت، المفروض برضو يبقوا واخدين احتياطهم ويلبسوا الماسكات، اللي هو كمان الرش بتاع الدهان الالوان، في برضو دهان كده الالوان ده برضو ريحته مش كويسه. كمان كان قايلين ان الريزن دوت مش كويس للحيوانات الاليفه والاطفال. فيا جماعه فكروا، لازم نفكر بعقل ان احنا نشوف الحاجه اللي انا بستخدمها ديت هل هي مناسبة، هل مش خطر على صحتي، هل ليها أثرها الجانبية. فاحنا لازم نيجي نستخدم، لازم نفكر ونشوف ان احنا عشان احنا ما نعرضش نفسنا او نعرض غيرنا للخطر، لان الريزن بقى منتشر، بقى الناس كتير جدا بتبيعه والكلام ده. واحدة برضو كان كاتبالها بتقول لها انا برضو كنت شغالة في حاجات كيميكالز برضو وجالها نفس الاعراض اللي هي ظهرت لها ديت. فيا جماعة حافظوا على صحتكم، مفيش اهم حاجة من الصحة. انا بقول والله منزله الفيديو دوت عشان خايفه عليكم على صحتكم، ولا عايزه اقطع ارزاق حد ولا اي حاجه. حتى بتكلم الناس اللي هي بتقول لك لا انا ما اقدرش اسيب الريزن ده شغلي وحياتي، وان انا لا ده باخد منه الرزق بتاعي. زي ما سمعتوا في احتياطات ممكن ناخدها وربنا يسترها معاك، يعني على يعني بقدر الامكان. او كمان معلش في حاجه نسيتها، لما يجي برضو نشتغل مع الريزن لازم يبقى مكان مفتوح، ممكن تشغلي المروحه تبقي فاتحه الشبابيك، فدي برضو دي اهم حاجة برضو عامل مهم. طيب هتقولي لي برضو ان هو طب ما انا ما سمعناش الحاجات دي غير من اجانب، لا انا شفت في ناس مصريين بتقولك برضو كانت استعملت الريزن فظهر معاها اعراض طفح جلدي. فيا رب بجد يعني الفيديو تحاولوا تشيروه على قد ما تقدروا، يعني في ناس اكيد اكيد في ناس كتير بتستخدم الريزن من غير ما تبقى واخده احتياطها وما هيش عارفه، ان خصوصا ان اصلا هم مادتين عباره عن مادتين بتحطوهم مع بعض بيتفاعلوا مع بعض. طبعا هتقولي لي ما فيش حاجه مش بنشم له ريحه، ومش لما ابدا ان انتوا تشموا ريحه او بتشوفوا حاجه، ما في ابخره احنا لا بنشملها ريحه ولا بنشوفها، بتبقى اصلا مش كويسه وضاره لينا. فما فيش اهم حاجه من الصحه يا جماعه، كل واحد يحافظ على صحته. ممكن تعوضوا مثلا ان انتوا تشتغلوا في حاجات تانية، في حاجات تانية والله كرافت تانية كتير، ممكن نستخدم الصلصال الحراري، ممكن نستخدم الاكسسوارز، نستخدم اشغال اليدوية، ممكن نستخدمها كبديل لحاجات تانية يعني. بس ان شاء الله تشوفوني في فيديوهات تانية احسن غير عن الريزن خالص باذن الله، وشكرا ليكم.